يعاني مرضى الفشل الكلوي في غزة من الموت المحقق يوميا في ظل تدمير أغلب مراكز تصفية الدم في القطاع المحاصر، ولم يبقى سوى مستشفى أبو يوسف النجار، ويعاني مستشفى النجار من نقص المعدات الاستشفائية وتزايد حجم الضغط اليومي نظرا لتوافد جميع مرضى القصور الكلوي في القطاع عليه. ولجأت إدارة المستشفى إلى خفض ساعات وصل المرضى بجهاز تصفية الدم إلى 60 دقيقة فقط، ما يعرض حياتهم للخطر. ورصدت منظمة الصحة العالمية وفاة نصف المرضى بسبب تغيير بروتوكول العلاج في ظل استمرار العدوان وتكدس الأدوية العالقة في المعابر الحدودية المغلقة. احنا صراحة بنعاني طبعا هنا كثير بسبب حالات النزوح الشديدة، انه طبعا كل قطاع غزة بيغسل عنا. احنا القسم الوحيد اللي فاتح في قطاع غزة اللي قاعد بيشتغل. عدد الحالات مثلا كان عنا قبل الحرب ما يقارب 100 حالة، الآن عدد الحالات فاق 600-700 حالة، وطبعا أثر عنا بشكل كبير على الأجهزة، لأنها كادت الأجهزة تكاد لا تطفي، تطفيش بالمرة الأجهزة، بضلها شغالة، طبعا بصير عطل في الأجهزة ونقص في المستشفى.